اسمي جميلة المحاري، أنا أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين. دوري في مشروعي، أنا تم اختياري لأكون أحد المحكمين في مسابقة مشروعي. بالنسبة حق خلفيتي الأكاديمية، أنا خريجة اقتصاد وإحصاء من جامعة كونكورديا في كندا، بكالوريوس الماجستير في الببليك بوليسي من نفس الجامعة في كندا، والدكتورة من لندن سكول في إيكونومكس أند بوليتيكال ساينس في لندن في الأنتربرنورشيب. خلفيتي العملية طبعاً أنا كتخصصي في الأنتربرنورشيب أدرس مقررات لطلبة الأندر جراجويت، لهم طلبة البكالوريوس. بالنسبة حق خبرتي العملية واللي لها علاقة بمشروعي، أنا كمدرسة في كلية إدارة الأعمال أدرس مقرر في الانتربرنورشيب حق الأندر جراجويت، وأيضا مقرر حق البوست جراجويت اسمه Innovation and Entrepreneurship. قمت تحكيم في مسابقات للبزنس بلان في البحرين وأيضا على مستوى المينا كنتريز. يعني من الأمور اللي أنا بركز عليها في مشاريع الطلبة، أول شيء بنظر إلى الميزة التنافسية حق المشروع، لازم يكون المشروع يكون different otherwise يعني ما بيكون مشروع ناجح. بنظر إلى الماركت أناليسز، لازم المشروع يراوين إنه في sufficient market حق المشروع. بنظر إلى الفاينانشال أناليسز، طبعا لازم يكون المشروع يراوين إنه في مردود مادي إلى صاحب المشروع. يمكن هذه الأشياء المهمة اللي بركز عليها في المشروع نفسه. بس في الانترفيوز بعد مع الطلبة بركز على شخصية الطلبة وثقته في المشروع، ثقته في نفسه. هاي طبعا يعني مو بس الجاجز اللي في البحرين، في الجاجز في أي مسابقات دائما ينظرون أو إلى شخصية الانتربرنور نفسه. شخصية الانتربرنور جدا مهمة. أنا أظن إن أنا يعني very reasonable، أحاول أكون عادلة قدر الإمكان، وطبعاً البزنس بلانز are very judgment يعني very subjective. تعطيهم 10 business plans with 10 different people they will correct it differently. بس على أساس إن أنا أكون منصفة مع الطلبة وحتى مع طلبة مشروع، طبعاً في certain criteria إحنا نمشي على هذه الكرايتيريا and we evaluate according إلى الكرايتيريا الموجودة عندنا أساس نكون منصفين مع الطلبة. أنا واحدة من النصائح اللي أنصح الطلبة فيها وحتى طلبتي في الجامعة، دائما أنصحهم إن لما تخلصون البزنس بلان لا تحطون على الشلف. يعني I'm not saying إن الطالب الحين في هذه المرحلة لازم يبدي عمله، طبعا هذا يمكن مو انا ما انصح فيه شخصيا، بس هم بالنسبه حق طلبه مشروعي الحين عندهم البزنس بلان موجود، في واجد كومبيتيشن، في بزنس بلان كومبيتيشن في على مستوى البحرين وفي على مستوى العالم. It doesn't hurt apply الى الكومبيتيشنز، يعني كل اللي بتخسرونه بضيعون لكم 15 دقيقه 20 دقيقه to apply for the competition. That's the worst thing that could happen يعني للطلبه. لازم الطالب يكون واثق، يعني ثقوا بأن أنتونا قدراتكم ومواهبكم ويور تالنت سنوت يعني less than الطلبة الثانيين. في هذه المرحلة يعني اللي تأهل الطالب، يعني هم طلبة مشروعي الحين هم في مرحلة تأهلهم ليكونون رواد أعمال مستقبل. The best thing they can do is to participate في these competitions. هاي الكومبيتيشنز واجد يكون فيها judges، يكون فيها investors، يطلعون على الناس الباقية برا البحرين وداخل البحرين في الخليج، شنو الاتجاهات الماركت، شنو الناس تفكر في أي اتجاه الماركت قاعدة تمشي. فهاي يعني بداية، وأنا أظن إن حتى مشروعي هو بداية ممتازة للطلبة اللي بيهيئون روحهم لأنهم يكونون رواد أعمال في المستقبل.